أولادي ثلاث ذكور وثلاث إناث. كان ابني موجود عند الوالدة، ضرب حجر طب بعين بنت الجيران. توقع شك إننا نعالجها، نعالجها على حسابنا. أخذناها على المستشفيات وصرنا نعالج فيها. وأنا بستلم من المعونة الوطنية 180 دينار، وأخوتي يعني حالتهم المادية تحت الصفر. والدها بقول لي بدي أعالج بنتي. قال أنا بدي أعالج على مستشفى خاص، طب أنا منين بدي أجيب؟ أنا مش قادر أعالج البنت نهائياً. ما خليتش يعني محل إلا روحت عليه. ولا أيات حدا ساعدنا، رحت على مدير القضاء عندنا قضاء عرجان ما ساعدني، رحت على المحافظ ما ساعدني، رحت على جمعيات ما حدا ساعدني، رحت على نواب، رحت على وزراء ولا حدا ساعدني. قرايبي سكروها قالوا ما فيش معنى، ما فيش ولا إنسان ساهم معي، وأبوها اشتكى. إن سنة وثمان شهور وإحنا متعذبين، يعني أنا بالنسبة إلي بالله العظيم للسنة وثمان شهور وأنا فاقد الذاكرة. اضطريت إني أخذ أولادي وأعرضهم للبيع. عرضت أولادي ثلاث مرات للبيع مشان أعالج البنت. الناس وقفوا وقالوا هذا زلمة مجنون، ممكن إنه مخرفن، ما بدلوش عن الظروف اللي أنا فيها. مصر بيع، بستني أخلص من هالقضية هاي. كنت أقول لهم يا ما بدي بيعكم مشان أجيب مصاري مشان علاج للبنت. يعني أي إنسان بقول لي بكذا ببيعهم، وبطلت أسيطر على نفسي. بدك الكبير ولا الصغيرة؟ يا سيدي احنا ما بنشتريش ولادي ابو راشد، بس احنا بدنا يا عم نبيعهم مشان نصرف على احالي مشان اوكل. بدك توكل يا سيدي ربك برزق. نعمة الله ما بصرف بيها. وكل امرك لله. بنات وانا هناك كربطن فيا. يا يابا خلينا عندك يا يابا. انا ما حبيتش يعني. حابة النظر عنكم وضل مع اخواني. لأنه إذا بعني بعرفش أقعد. إذا أبوي بيعني بعرفش أنام ولا بعرف أقعد. وأنا مثل أبوي ولا بعرف أقعد ولا أنام. هذا الشاب فل أسبوع خارج الدار لأنه عرضناه مرتين والثالثة وبقول يابا استحيت. ظليت أسبوع وأنا مش عندي هلي عند جدتي. عشان أبوي ما يبيعني شغل عندي. حب أظل مع أخوتي وحب أظل مع أبوي. يعني ما بتركش حدا. صحيح والشعور هذا كان مؤلم شوية علي، بس يعني ما في اليد حيلة. قلبي من جوا بتقطع اليوم. طبعا الواحد يعني كبد منه وضع، بس الواحد أمره مش بيده. يعني لازم أبيعهم عشان أعالج البنت، أقدر أعالجها. المشكلة هاي ما بعرض أولادي للبيع نهائياً، بس الظروف بعض الأحيان تجبر الإنسان. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن أون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.